عيسى، التوقعات، انت رحت لمن ولماذا؟ والله أنا رحت للتعادل يا كابتن. تحب التعادل يا عيسى انت؟ الفريقين قاعدين يعيشون مراحل جيدة في هذا الموسم، على مستوى التنظيم برضو مميزين وجايين من الفريقين، خسارتين، فمن انت قايل تعادل، الصعب كيف قلت ضمك؟ من الصعب، بالإضافة لأنه لا انا قلت، حارسين انا ما مميزين. قلت الفوز والله، ما قلت. تفضل تفضل عيسى، جالس انا اتناقش، لان قال لي على الجو على أنا الهواء، قال لي تعادل على ضمك، فجأة الان أروح لقى مع تعادل. التعادل يا لا انا كابتن. قلت، انت سالتني الحين حاليا، انت لما الترشيح من بدري اذا ارسلته. اها عفوا عيسى، على عملية التعادل ليش رحت للتعادل؟ لكفاءة الحراس؟ لكفاءة الحراس، أضف إلى ذلك كابتن على مستوى التنظيم الفريقين يعني من الفرق اللي منظمة دفاعيا، فمن الصعب أنك ترشح فريق على فريق، فلذلك رحت للتعادل أقرب. والله شوف الفيحة ها على أرضه صعب، ترى لم يخسر هذا الموسم إلا مباراة واحدة كانت أمام الشباب، فاز على الاتحاد، فاز على الأهلي، فاز على الهلال، فاز على النصر. الضحية القادمة يكون ضمك كابتن محمد؟ صعبة للأمانة خاطر حتى ضمك اليوم قاعد يقدم في موسم ممتاز، شفنا تقريبا احنا نعطي التعادل نظرا للقيمة الفنية نتاع الملاعبين اللي موجودة على أرضية الميدان، موجودة غدا كما قال عيسى، أنا شاطر معاه، زوز فريقين منظمين على المستوى التكتيك والمستوى الفني، باش تكون مباراة صعيبة، إن شاء الله نشوفوا مباراة ممتازة ونشوفوا فيها أهداف كثيرة إن شاء الله.